والقضية الفاطمية إذا الشيعة إذا نحن نهتم لها لترويجها لجعلها قضية عالمية لطرح ظلامة الصديقة الطاهرة على العالم، هذه القضية يمكن أن تكون قضية محورية. سيصل إلى كل فرد ماذا جرى على فاطمة، وسيرى العالم رؤية العين ماذا جرى على فاطمة. نحن نعلن حملة كبرى لإنتاج أول فيلم عالمي عن عذابات الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء صلوات الله عليها. نحن نطلق هذه الحملة العالمية التي أنا واثق تمام الوثوق من نجاحها إن شاء الله، لأنها الزهراء صلوات الله عليها. هنيئا لكم جميعا يا أهل فدك، فقد حققتم ثورة وصحوة في هذه الأمة لا مثيل. إن شاء الله فيلمنا قادم، نحن كما تعلمون في المراحل الأخيرة في آخر مرحلتين، انتهت أهم مرحلة وهي مرحلة التصوير، بقيت مرحلة المونتاج، ومن ثم مرحلة الدعاية والإعلان والتسويق. الغرض من إنتاج هذا الفيلم الذي سيعرف العالم للمرة الأولى بفاطمة الزهراء عليها السلام وحياتها وظلامتها وما عانته من أولئك المجرمين، الغرض منه أن يدخل الناس في دين الله أفواجا. فبدلاً من أن نحصل في الليلة الواحدة على 3-4 متشيعين، وأحياناً ضربنا الرقم القياسي وصلنا إلى ما أدري 16-17 قبل كم سنة لا، نريد بالليلة الواحدة 200,000 300,000 يتشيعون أفواجاً أفواجاً، يسلمون ويتشيعون. الفيلم باللغة الإنجليزية، يعني لغة عالمية، يعني كل أحد في العالم يقدر يشوفه، ومدبلج أيضا سيكون بإذن الله للعربية والفرنسية. سيرى العالم إن شاء الله كيف ظلمت هذه السيدة.